تابعونا من جيم تي في عربية. تابعوني على جيم تي في عربية. سامح يسري. تابعوا كل أخباري الفنية على جيم تي في العربية. هلا صدق جيم تي في عربية. أنا سعيدة طبعا جدا بمؤتمر الاستثمار للسيدات العرب. أعبر عن سعادتي الغامرة إن أنا النهاردة موجود، وبنقول إن إحنا المؤتمر الاقتصادي انتهى على خير، وده النهاردة مؤتمر المستثمرات العرب، ده نتاج المؤتمر السابق اللي نجح بنجاح عظيم. تابعوني، تابعوا كل أخباري على جيم تي في عربية. معكم عاصي الحلاني. جيم تي في عربية. Arabia.